الوليدة أنا الهدم كتخش لي في راسي وبنادم عنده رباط زازة وما دلت حاجة في حياته. سافر شح وانت بروح لي ديك الفرع غير وجدة الناس راهم خدامين يقضيو في شغلهم مشاو يجيبوا الحولي وانتوما قاسم كسلي عليا هنايا طاجين الله طيبته باقي كاع ما طابوه الزيتين. مصطفى عرجت الجهه صاحبي راه غيدخلوا علينا حتى للدار. تفو واش درت اخر مره غتبقى تقول لي لعب معايا ولا سنابي معايا ولا شي راه هاد الدياموند اللي عطيتك الله يعطي لامك الغارق عطيني وانا راجل انا نجيب الحولي ان شاء الله ولا ما جابوش هذا ولا اخر انا اللي نجيبو ان شاء الله. شي ولا نطير لامك الجلفيطه ديال وجهك بحال كيما قلت لك زناوه ها هي عندك سير ها هي عندك لا مزيان دابا مزيان كتوعد الدقيقه الله يخليك صافي واخا ووالو انا يعطيني دابا رزقي نموت يوم رزقي يحضر ولا غدير شي حاجه مصطفى عرجت الجهه صاحبي راه غيدخلوا علينا حتى للدار. تفو واش درت اخر مره غتبقى تقول لي لعب معايا ولا سنابي معايا ولا شي راه هاد الدياموند اللي عطيتك الله يعطي لامك الغارق عطيني هي الدياموند ديالك عطيني رزق. اخويا مروان واش انا شفتك اخويا تخدم معايا ولا تلعب فري فاير وا اخونا وبارك عليك من اللعبه صاحبي واش انت ما تخدمش معايا حتى الايفون طيحوا لي انا داير 80000 ريال انت نخدم معاك سلعه كامله دايره 20000 وشكون اللي استفاد هذا الشيء هذا انت ابا تستاف ما والو هذا شوف 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 منا غن الفصه سير جيبها حتى فين هما الحوانه اللي غنجيبوا الفصه دايره 140 حاولي دير 180000 ريال الدرويش ما غيعيطش الدرويش ما غيعيطش هذا العام الفصه غتاكلها غير انت هز هذيك الفصه سير ديال الدار طيبه مع شلاضه ولا شو شنو دير ليها حتى انا ولا فيه كثرات فيك الهضره وليدي كثرات فيا الهضره مكثر عنا انت هذا الشيء هذا بحال هادشي كامل نبيعو حنا راه ساكنين هنا غير مع الدراوش سمعني سمعني سير شوف الوالده شنو بغات ورجع عندي بالعشيه الوالده راه بغات الحوليش بغات بغاتك انت اخر مره تعاود تقول لي اجي بيع معايا شي فصه ولا شي سيكالي انا غنمشي للمحل ديالي فيك تخدم اللهم الطوموبيلات ولا الفاخر يا وجه الفاخره وبرد الكتاف وشنو كدير كاع في هذاك الكراج راه كتغسل الطوموبيلات شوف انا خي ماضي شي بخير مزيان شي بخير ايه عندك شي فاخر مزيان اخي خويا وسامة الخير موجود راه انت كتشوف السلعه يلاه جبت شفقه جديده وتحب الخاطر جوج كيلو ثلاثه اربعه هز الخنشه اللي عجباتك ثمن مناسب ترا ودحهم شي ماشي شي واحد براني سير عشيري اختار اللي بغيتي وشي ديالك اصاح وديرها مليح ياك لا 50 درهم والله يسهل عليك هايا هذيك انت هي انا واحد اخر ما كنديرش معاه الثمن فرح المهم يا الله يسهل عليك الله يسهل عليك وي لي بحال الفصه كتاكل الزرع صبر انت اللي كتشفر لي شي ربح مع امك انا شي 2 دريال شنو الله يستعلك لا تا ديال الميكان يستاهل الوليد بغيت نعاونه شويه تبارك الله يرحم بها الوليد الله يستعلك مالا ولات معزه بغيت نعاونه شويه شي 400 دريال الله يرحم بها الوليد الله يستعلك جي عندي قول لي جي عندي قول لي عطيني 20 درهم عطيها لك وما تشفرش الله يرحم بها الوليد هاك هي اللي فراس مالي سير صرفها لا انت ما تيقش فيك صبر صبر الله يستعلك الله يرحم بها الوليد هاك هاك يلا الله يرحم بها الوليد سير لي 400 دريال كثير شوف افدو ديال خريش دو ديال الخدمه شكرا انا نعطيوها حقها
شوية. أنا معك معك خويا إبراهيم معك خويا، تسنى تسنى دقيقة الله يحن عليك. اخليها 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 أنا معك دابا دابا دابا. يلا معلم ديماري ديماري. ولكن هنشي بس الناطس مش نعرف فرص. انا تعب ولا عطيني نفخ عطيني هالحشره انايا شنو انا شنو كندير لك انا كل شنو كندير لك الشمريد ولا مال السلعه باقا نقيه يلا جايبها مسهول عطيني من البكتوجيه زوينه ومن التحت عطيني هالحشره قالوا انايا عطيني دابا رزقي نموت اليوم رزقي يحضر ولا غدير شي حاجه رزقي اليوم بغيتي رزقك انت غديها مجموعه صباح شوف ولا نطير لامك الجلفيطه ديال وجهك سير بحال هكا سير بحال زناوة ها هي عندك سير ها هي عندك سير ها هي عندك سير لا مزيان دابا مزيان كات واحد الدقيقة الله يخليك صافي واخا أنا مستشير على أخواتي ساعد ميدوزا ساعتين أني ما سوصيتك عليها فيكتي فيك فيك أخواتي أخواتي مش أنا في أخواتي حنا في الحولي مش في أخواتي أخو طيب عاود عمي الحاج شنو طيب عاود عمي الحاج شكون فيهم طويل ولا ذكاء ذكاء قصير قصير شدت المقالة ماشي؟ هذا باغي يعيد على دارنا هذا وماذا اخواني تعصب؟ لا ما غنتعصبش اليوم غنعصر مو حنا بحالك قتلو لا 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 حنا بحالك نجمعو فلوس الحولي هو شي باغي يديهم لينا حنا وزعما شي موطو هذا الوجه سير كامل خدمتي طويتكم في ليزود وانت في المحل انا نوري الامور وعندك تقتلو جاك حلو تفلي يا كنا ما قلتش اسم كنا خلي الخوادي الكبير ويتك عرفتي شناهو هو دابا دبرتي عرفتي معايا الرعب دابا عرفتي شناهي الرعب هاد نوريك شكون اسامه انا نوريك دابا تعال خرج عندي ما تدخلتي بحال الاوليه وخرج عندي خرج عندي دابا ودابا ولا غتشوف معايا شي حاجه ما عمرك شتيها ومن الاخر ودابا ما تقدري انت شو قداش تبين قلينا انت راه حماق مع راسك غتشوف معايا الرعب صاحبي انا عندي معايا عيب عليا انا عندي
عكرني اخويا والله يا امو اليوم تغنسوها عندي معاه عيب قديم طلقت انت يا اخويا هذا ما انتش عارفوش انت هذا لا هذا راه خويا هذا سافر شاع انت قروا عليها اخوك انا ياسم انطلق خل حالك خلي الامو البرا واش خوادري شو ما عليك الخوادري انت ديما ديرنا هاد الربانات الخاوينه صح دري كان ناقصه صح يا الخوادري دو خيري صافا الواد الطاجين باش يجيك تاكل ودا مشات طلعت تمشي الحوايج نطفى على البوطه وانا نجي زيت لك الطاجين ونجيبو لك هكاك ودابا جبتيني الخوادري انت كتحس بيا عارفني ما كليتش من الصباح ليزا خوادري جي ليزا خوادري يا بسم الله هادشي بنين بيض التطاعي كول باش تولي قول هانت ناكلو وخمس ناكلو غنعربو شي سخون كايما كايما كاينة البنة الزبدة نخلي الزبدة الوليدة راه من الصباح وهي كتقول لي بغينا الحولي بغينا الحولي قالت شنو غنديروا ليه جيبوا الحول راه غالي راه 150 وصلت المليون خايفه اصابع بغيتي تنطمك للحبس طاجين صاحبي هو الحسيه وما كتبانش فيه ما عرفتش شنو كان فيه فين هاد الماكله والماكله ما فيهاش حشمه كتدخل ولا نطح دابا قول لي شنو البلان نديروا اليوم في العاده لا شي حاجه اليوم ماشي كوردات ولا واه بهنا جاو الدراري مزيان سير خسروا معاك ثاني خليك لي لا تخاف ويلي ويلي مشيت للطاجين باقي كاع ما طاب وخوك هو جايب باك نمشي نصلي الحشومه عليكم هادشي اللي درتو ليا واش هادشي وليدي باقي الطاجين كاع ما طاب قوس جيدو كليدو كليدي خوك وكليدي باك ها هو الوليده هذا هو اللي دار هادشي كامل وانا كنت ناعس مع اليما بيا جا فيقني قال لي جبت لك الطاجين وليت جا في الوقيته ديالو ماشي مشكل الوليده سيري عاودي طاجين اخر وي داكشي اللي كتعرف نتايا اللي كتبغى غير واجده الناس راهم خدامين يقضيو في شغلهم مشاو يجيبوا الحولي وانتوما قاسم كسلي عليا هنايا الطاجين يلاه طيبته باقي كاع ما طاب وهزيتيه وخليتي خوك وباك حشومه عليكم صافي الوليده بركه من نقيه عرفتي شنو الحولي غادي نحضرو غادي نحضرو باش ما كان العيد غادي نعيدو عيدي معانا الله يسهل علينا انت البروش مابقاش دير البساله غاد مرات تشاور على الوليده واسمعني غاتشاور معاها ما تبقاش ترفع عليها صوتك الوليد انا مابقاش نلقى في ديك المدرسه انا باغي نمشي نخدم بغيت انا نجيب الحولي انا اللي نجيبو اللي ما جابوش هذا نجيبو انا وعلي احمد هذا انا احمد هانيا لحظه وشو هذوك الكودات اللي خليش عندك وبيعهم يلا حيد احمد الوليده حق نسيت ما كملت كذاتي وانا راجل انا نجيب حولي ان شاء الله ولما جابوش هذا والاخر انا اللي نجيبه ان شاء الله شوف وليدي سير تقرا قرايتك اللي تنفعك خاطر خوتك ما قراوش هما ما تفروش وهما اللي غيتكلفوا بالحولي وداك الشيء اللي خدمتي سيشري بيه حويجات العيد وليدي الوليده انا هذا ما كتخش ليا فراسي وبنادم عنده رباط زازه وما دار حتى حاجه بحياته راهو حتى فراشه تشوفوا ولد الحاج معني الخوادري الوليده راه بغات لي غير المصلحه ديالك اما الناس قسمت الهضره ديالهم راه غادي يخرجوا عليك سمعتيني سمعني ها انت كتشوفني دابا انايا انا كل مره فين خدام انا نتلاحنا كنبغي نمشي عند فعيل شي شركه ولا شي حانوت كيقول لك واش انت قاري عندك شي ديبلوم والله ما قرا على روحك راه تندم على الوقت انا كنقول لك وشوف هذاك ولد الحاج شاد الباك ازازه شاد كلشي راهو كيبع فراشه الجوطيه عارف ولكن قاري المهم بعدا عنده واحد المساواة وغادي تكتبها شي حاجه شي ورقه المهم كيعرف انت شنو عارف انت سميتك ما عرفتش تكتبها شوف اوليدي هادشي كبير عليك خلي خوتك هما اللي غيتكلفوا بالعيد وانت سير تكلف غير بقرايتك السيمانه اللي بقات يلا وليدي نوضو تكع عليا يلا نمشينا نعاود الباك ثاني شي غدا نديرو ليه الغدا لباكم يلا ودعي معانا الله يعاونكم يسهل عليكم يلا سمعني اشراف انا غادي نمشي لتابوله راه عندي تما واحد الفاخر خصني نحيدو ياك وانت دار دوره وجي عندي نعطيك شي كوردات بيعهم وغندبر عليك يلاه تهلا شير
عاوتاني تبقى يطلق على داك الكرام. مشينا حولي مشينا حولي والحولي جايب 140 ولي قوة عندو با عندو فلوس. كي دابا نطلقها معاه غادي يقولي مشينا حولي نتوما باقين غنضربو. كي دابا دابا مشي نطلق على الحول. واتك اخويا دو مخيس كاخر واخد لي قهوة للنوي وتجي لي جيت معاك حنا كنتقاتلو باش نحولي وتشفعتي هنايا. راه قلت لك واحد الشابون راه كاين حدا الحومي حمد بزاف عرفتيه ونفاس معاه راه يلاه غير قلتي هذيك راح نحل عليك وانا نحمل لك وجهك ما تخافش عليا. شوف رانا حطيت لك فيها الفصه ممكن ترزق على راسك وراس اللي نجمعو فين شي حاجه راه عندك صافي يلا سير يلا سير. هذيك المراه هذا الكيلو السلام عليكم اولي او بسم الله. والعمي ما كنت لفدا مالا ضبك واش داخل ليا لايا عمي انا ضيعتك على خويا ما فيه نوض. جلس جلس ندوي معاك اولدي جلس جلس. انت قدك وليداتاتي يسرحوا في العروبيه. وا ولدي احنا كرينا واحد الكراج هنا جبنا فيه شي غلم الا جا شي واحد تقدم عندك شي فصه يجي يصيفطوا لي يشري شي غلم اش خاصه وبحلاوتك ودخلات دخلتيني عندك العموم اها مزيانه واخا يجي شي واحد ياخذ من عندي الفصه ونقول له واحد السيده هنايا كذا وكذا وبحلاوتي كيما قلتي على تهضره وليدي هادي وسير عمر على شي بريز من النعناع يلا وليدي يلا سال انا غادي العمي وما تحتش السكر مريض السكر انا الكاس صاحبي محضر وميديش شفتي الناس قلبي 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 تعمر. السلام عليكم. اش كدير انت هنا؟ ها؟ هادي التشابوله ديال الخوادري. ها؟ ولا تنسنى لك خوك الصغير الدري الصغير حيت انا يلاه فتحت واحد الحانوت ديال الغلم وجيت قلت لي لا بالك شي واحد خاصو شي غلي ماشي يصيفطهم ليا وبحلاوته ضرب لي نصاب هذا ما تيقش فيها خير. ويلي قولي لي انتوما اللي عندكم محل هنا كتبيعوا الغنم ونهار كبير هذا مرحبا بك. اه شوف انا نمشي نجيب لك انا الشفنج والمسمن وغايجيب لك واتاي غنتهلاو فيك اليوم. لا وليدي بلا ما تعذب راسك الا كاين شي بيضات بالخليع مرحبا هذيك الشفنج وهذاك الشيء تيوقف لي الف من المعده. ويلي جات غير في البيض مرحبا. شوف بغيت نسقسيك الله يجازيك بخير كاين واحد جوج مساكن ما معيدينش وباغي ندير فيهم هاد العاجر باغي نخلص عليهم من المالي الخاص. الا بغيت دير معنا هاد الحسنه هادي وجها لله. هكاك وليدي انت انا تنجريها في هاد الخير مرحبا بك اجي عندي ونتفاهم معاك في الثمن ونقص ندير معاك النص بالنص انا وياك وليدي الله يسهل عليك حتى حنا تنجريوها في الخير. باين 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 الخير ما في الجو الخير هادو راه يتبان ليا تعني شوف نقول لها خاي صابون ما تخافش على هو غنطيوه وصافي يا خي تندوزو عندك المرقد مرحبا نشربها مع خويك اتاي سير وشويه البيض شرب اخويا انا نمشي نجيب لك البيض والخليل يا سير وليدي الله يسهل عليك. قلبي 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 تعمر السلام عليكم فين الشريف هاني مزيان وهذاك شوف داكشي اللي وصلتك عليه الخير شي خرفان هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي كاين بارك الله
واش خلينا شي ثمن مناسب شويه عجبتك شي حاجه انا باغي نستقم مع الفقار حتى انا قلت لي شي حاجه مرحبا والله حدا ود عمي هاو راه شو صنع الحليب هذا شكرك الله عام فينا وصنع الحليب يلا تي طيب شحال تخلي لنا هذا 80 بزاف شحال الاخر قلت لك 80 80 بزاف انا راه غنديها لواحد المراه واه هزو بلا القديمه هز 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 شوف هايت شوف هايت هز هز هايت تضرب لك تضرب لك شوف مافيوجين بحولي هز هادو باينة يكونوا شافرين مشو نقولوا الخو باينة ينكين ولا الأخو ما يديرهاش ماخي ها؟ ما يديرهاش شو ما تعرف ليه ما تعرف ليه شي قدروا يديروا هادو تلاقوا دك ثلاثة خويا ما تشي مشي تهلا سالي البركب طلع لي انت صوت سالي لي ياسا مافيو ومافيو ما فيور بتشي الحاولي مزيان لا يهرب الوالدة فرحات شوف اخويا أسامة أنا يا مديت الشغية الحاولي ربطتو مزيان الوالدة عجبها الحال ولكن هضرتنا تبقى أنايا ما يسيقوش الخبر خوتي غيعرفوه مشفور ولا شي حاجة يقول لك جبتينا الحرام وكذا وهم ما شافوش دوك الكساب اللي كيزيدوا علينا في الثمن طالعين للسما ما عرفتش فين بغاو يوصلوا الله يدير شي تاويل للدراويش مساكن وصافي المهم باي ديالك انا ما غننساكش فيها عشيرتي راك خويا راه ندبر عليك خويا ما في حنا ما بيناتناش فلوس كلشي ديالك ديالي ديالك ويا غادي مهمي فرحتي حنانه ولك وراس المال بحال اللي فرحتيني انا سير الله يسخر وصافي عشيري ملي درتي معايا هذا البلان زويون انت راه ما ننساش خيرك انت راك خويا صاحبي اسمعني واش غنديروا مع خونا في لاغونا سندبروا عليه حتى هو صافي على حسابك على حسابي سير تهلا تنشوف واش هي صافي يا شيخ الله بينا الله يخليك الحنانه